السلام عليكم خوتي، اخوكم حميد توجر. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وتكونوا كاع بصحه جيده، وتكونوا ان شاء الله كما يقولوا بصحه وعافيه. حبيت ندير فيديو صغيره والله غير فرحتني بزاف على كل حال، تاع واحد الاخ هذا ياسين زاوي، صاحب قناه ياسين زاوي، حط فيديو تاع مقنين تاع العام قادوسي خريشه تاع اللي لقم بالطريقه تاعي على طريقه حميد بن يوسف. انا جابني ربي الطريقه تاعي، راح نحن ندير لها انسرتي فيها باش تولي ماركه مسجله. الحمد لله، والله يا خوتي، والله غير كي نشوف هاد الفيديوهات هكا تاع الناس لقمت بطريقتي ولقمت بتغريدي ونجحت وطلع لها مقنين، ما شاء الله غول كيما هذا. ربي يبارك، ربي يبارك، ربي يبارك. خويا ياسين زاوي بالك تبيعو، بالك هذا ديرو متر دو شون، هذا حطو متر دو شون، وسقاط الجاي زيد عاود سمع له كي اللي راهو فرخ، ماشي تقول طلع لي تاع العام خلاص، لا باسكو يقدر يعاود يدور، بالك ما تسمعلوش الحي في سقاط، خليه وحده تعامل معاه شغل سقاط، هذا تعامل معاه شغل كي اللي مازالو جان، كمل سمعلو حتى العام الثاني وسقاط تاع العام الثالث. كيف سقاط تاع العام الثالث خلاص يولي ما تردوشون، تولي تلقم به، تخدم به، وتولي خاصة ولادو كي يدير تزاوج ولادو يخرجوا جينيتيكمون يرفدوا التغريد تاعو، تولي تحافظ على التغريد خريشه هذا، وان شاء الله كل واحد يتبع الطريقه هذه ينجح ان شاء الله. حبيت نسمعكم شويه، الله يبارك هاوليك، ما شاء الله طلع لوخ، طلع لك خريشه 100% 100%، الله يبارك. لارموني كلش الله يبارك، كلش الله يبارك، ما شاء الله. لارموني، التيمبو، الخدمة، لامانيير، كلش ما شاء الله. ربي يبارك، ربي يبارك بصحتك خويا العزيز، بصحتك خويا ياسين زاوي، بصحتك بالقزرة تاعو، بالمانيير تاع القزرات، ما شاء الله ميم لاصورتي تاعو عجب، بصحتك ربي يبارك خويا العزيز، خويا ياسين ربي يبارك خويا العزيز. ان شاء الله قاعد تنجحوا هكذا كيما نجح ياسين هذا، وهذا هو النجاح تاعنا، يا كي تنجحوا نتوما كي اللي نجحت انا، يا هكذا نحبكم تكونوا، هكذا يكون عندكم. اوه الله يبارك بالدوداو تاعو ودي، ما شاء الله، متعه، ربي يبارك. بالك يدوروا بك اللي فوتور يقول لك بيع لي بالرزلي، ما تبيعوش هذا سمروا في الحيط، فهمت؟ ما تبيعوش وخدم به، ولادو ان شاء الله ثاني يخرجوا غوال، وبصحتك. انا نفرح حبيبي، انا راك تعرفني نفرح، هذه هي. وان شاء الله ان شاء الله ربي ينجح كاع الناس المؤمنه والناس اللي تحب تخدم صح كيما نقولوا هكذا. يا تهلاو، السلام عليكم.